لاحظ عن التسديد يبحث وكرة تعود على حطابق ميرانيكا. أقد ميرانيكا في مرمى أبسن وليبو. لم يحن موعد الهدف بعد. الكرة إلى ركنية لمرمى لصالح فريق الكدية. الشيخ الحطاب المشاكس بعد رحيل إبراهيم الكدية. هدف يشعل القمة. هدف يأتي بجولة السلام خطوة. الله 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 الله. جول. تكلمت عن هدف أول. ابتدي فرحة. يبتدي فرحة إيزيكيل ودفاعات الكدية. أوه ضربة جزاء. قمة الإثارة وقمة التشويق بين فريق أبسن وليبو والكدية في لحظات مثيرة. على حماية الطنجي، هل يصنع الحالة؟ هل يوقع المقال؟ جول أبسن وليبو ينجح في التعديل عن طريق حماية الطنجي في مرمى صيدوباري موسى الكدية. أبي جبريل إلى ياسر الشيخ الوليد. ياسر يسدد. الله عالمي هذا الهدف ياسين الشيخ الوليد. جول كرة خطيرة. السلام جميلو.